الرئيس السيسي يشهد فعاليات المؤتمر الطبي الإفريقي الثاني. الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسرائيلي. الحكومة تنفي قبول المصريين العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان الدارسين أونلاين بالجامعات. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني صحة إفريقيا، وقال الرئيس السيسي: حرصنا في مصر على إنجاح ذلك المؤتمر، ولدينا ظروف متشابهة مع عدد من الدول الإفريقية. وأضاف الرئيس السيسي: أننا نستطيع بالتعاون مع الدول الإفريقية أن نحقق ما نصبوا إليه، ويجب أن نزود ما لدينا بالفعل من منشآت صحية وكوادر طبية. هذا وقال الرئيس السيسي: استطعنا من خلال مبادرات عديدة تحسين الصحة العامة للمصريين. وأضاف الرئيس السيسي أيضا إنه خلال أيام أو أسابيع قليلة سيتم الإعلان عن خلو مصر من فيروس سي وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتناول الاتصال حادث إطلاق النار الذي شهدته الحدود المصرية الإسرائيلية يوم السبت الماضي، والذي أدى إلى وفيات في أفراد تأمين الحدود. وقد أكد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات الحادث، واعتزام الجانبين استمرار العمل والتنسيق في سياق العلاقات الثنائية والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل والحفاظ على الاستقرار في المنطقة. تنعى رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان الأسبق الذي وافته المنية أمس، وإذ يتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، يدعو المولى عز وجل لأن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان. التقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعضاء اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء عقب صدور قرار بإعادة تشكيلها. وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى جهود اللجنة في الاستجابة للمواطنين، مشيدا بما يتم من تنسيق وتعاون بين اللجنة ومختلف الجهات المعنية لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والتدخلات الصحية المطلوبة للمواطنين. وواجه رئيس الوزراء باتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات تسهم في استكمال وتعزيز آليات التواصل مع المواطنين والاستجابة لاستغاثاتهم الطبية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن السماح بقبول الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الدارسين بنظام الأونلاين للتقديم بالجامعات المصرية. ومن جانبها نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تلك الأنباء، مشددة على عدم قبول الطلاب المصريين الدارسين بنظام الأونلاين بالجامعات الروسية أو الأوكرانية أو السودانية للتقديم بالجامعات المصرية سواء الخاصة أو الأهلية، حيث لا يعتمد بهذا النظام ولا يدخل ضمن النظام التحويل الحالي، مشيرة إلى قبول الطلاب الدارسين فقط بالأنظمة التعليمية التي تعتمد على حضور الطالب كأساس لقبول تحويله لاستكمال دراسته بالجامعات المصرية الخاصة أو الأهلية. أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أننا نتطلع إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون التنموي المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات خاصة على الصعيد الاقتصادي، لافتا إلى متانة وعمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرا إلى الحرص على تعزيز الجهود لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين. وقال الوزير خلال لقائه جون دي ريشور القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة: إننا ندعو المستثمرين الأجانب خاصة من أمريكا للاستفادة من الفرص الواعدة في مصر بالقطاعات الإنتاجية والبنية التحتية ومشروعات التحول الرقمية.